عملنا لقاءات متعددة مع جهات مختلفة وخاطبنا جهات مختلفة زي الاتحاد الدولي وزي منظمات دولية معنية بحرية الصحافة من أجل محاسبة مجرم الحرب الإسرائيليين في الجرائم بحق الصحفيين، وخصوصا إن احنا أمام جريمة كبيرة. بعد استشهاد أو ارتقاء زميلنا سامر أبو دقة، كمان خاطبنا جميع المؤسسات الدولية من أجل التحرك المشترك لمحاسبة يعني من استهدفوه ومن تركوه ينزف لمدة 6 ساعات دون علاج، وده في جريمه في هذه الجريمه من القتل المتعمد وجريمه الحرب متكامله الاركان، لمحاسبتهم امام الجهات امام الجنائيه الدوليه بشكل عام. الموقف الدولي، احنا امام جريمه شارك فيها دول كثيره وامام يعني قيم مزدوجه لو عشناها بشكل واضح منذ اللحظه الاولى. منذ اللحظه الاولى كان هناك دعم للمحتل في مواجهه المقاوم، وده ضد القانون الدولي الانساني وضد كل القواعد الإنسانية العامة. كان هناك دعم حتى لاستمرار حرب همجية. لأول مرة في التاريخ نجد أمامنا دول تطالب باستمرار حرب وليس بوقف الحرب، يعني رغم أو في الوقت نفسه تتحدث عن ضحايا من المدنيين، رغم أن احنا أمامنا يعني ربما جريمة بحجم ما يقرب من 70,000 بين شهيد وجريح. ده جريمة كانت تستدعي الوقف الفوري، تستدعي محاسبة مرتكبيها مش دعم مرتكبيها. لكن احنا امام مشهد غربي رسمي داعم، وكمان كان يلجأ الى تزييف الحقائق وتزويرها من اجل هذا الدعم. ثم بعدما انكشفت الحقائق ما زال يتحدث عن هدى مؤقته، حتى لما تراجع موقفه بعض الدول تتحدث عن هدى جزئيه وهدى مؤقته وليس وقف دائم للعمليات. نحن امام جريمه ومشاركه في القتل.